السلام عليكم. اليوم جينا نردو حق الاعتبار في السيد خوتي اللي كما يقول لك حب يمس باسم شركة أوريجي راشي أخينا ويحب يمس باسم الشخصية تاعي خوتي. اليوم جينا نردو على رد الاعتبار ونفهموا خوتنا الشعب لازم يفهم. الحمد لله خوتي حنايا مصداقية وحنا من أسباب النجاح تاعنا خوتي مصداقية حاجة الأولى مع ربي سبحانه ومع توما الناس حاجة بين خوتنا. حنا خوتنا عندنا في الضمان هذا خوتنا من 2008 وما دابينا سي تعرفين كي بانوا كاع في لي كومونت اللي يعرفوا اخيرا من 2008 في الضمان الحمد لله. وما دابينا العباد طيبون لي زوم لي يعرفوني وشراو سلعتي ولبسوا سلعتي اليوم تبانوا في لي كومونت وتهضروا شهادة حق على سلعة اخينا اللي لبسوها معنا. على كل حال الناس بكري يقول لك الانسان اللي ما يعرفكش يفسدك، والناس بكري يقول لك ما بين الودن والعين كاين اربع صباعتين. ما تقدرش تحكم على انسان ابارت ما بلا ما شافت عينك، ما تقدرش تتكلم تاخذ بس الناس هضرت خوتي سلعتي ما يعرفها ما جا حوانتي ما شافها ما بس يسمع الناس تهضر يقول لك اخينا المهم هذا خونا اللي هضر وكما يقول لك سيا يشوه سمعه الشركه تاعنا. هذا الانسان الله اعلم اشكو هذا الانسان خوتي مبعوث، اشكو الناس خلصت له دراهم باش يشوه لنا السمعه تاعنا، اشكو الناس خوتي اسكو يعرفنا اسكو الله اعلم خوتي. الحكايه هذه خوتي الانسان هذايا اتصل ب بقدر بدك خلي تليفون غير كابتور ديكرون ما تحتاج كلش بلي كلف الانسان هذا خوتي عندنا غير كابتور ديكرون تاعو. هذا بعث المكتب التوصيل بعثهم لو 15 جونفي قال لهم عندي 20 يوم، عندهم 20 يوم من اللي شرا الباسكت. ومن بعدك هو انا كي تلاقيت مع الحلو تاع بوزريعه جا بدا يهضر هذاك اللي قال الحلو تاع بوزريعه باش تحكم كاع وصرف بوزريعه دخل حاجه دولة خوتي على انسان يشري عليا باسكت خوتي ما عندهاش تيكيت بون ما عندهاش كذا ماشي محمي خويا. انا خوتي كان عيبه يجيو الحوانتي باش نرومبورسي لها باش ندير له روتور تيكيت بون. جيت شريت في حوانتي تحمل المسؤوليه عليك تيكيت بون خويا تخلي عندي خويا تحب دير روتور تبدل تيكيت بون خويا تيكيت بون اللي شريت عند هذا البرودوي صح تاعنا. دوك انا نقدر نقول لك البرودوي شرا علينا الله اعلم. انا كنقول لكم خوتي انسان خوتي مطلب هذا انسان خوتي تاني قال لك هذا انسان جا عندي انا هضرت معاه 26 جونفي هو دار لي فيديو تاعو لو 28 جونفي حطو في حطو في تيك توك ولا من بعد هو كي حطو قال لهم انا عندي 15 يوم ملي شريتها. انسان خاوتي انسان يكذب ومتناقض معايا ما يقال في هضرتهم قال لهم عندي 15 يوم ملي شريتها هو انا لو 28 هبط هو لو 28 حط فيديو تاعو جونفي في التيك توك وقال لهم عندي 15 يوم ملي شريتها هو عيطنا في مكتب التوصيل لو كان جونفي وقال عندي 20 يوم اللي شريتها كاع بلي كابتور ديكرو خاوتي هو شراها بروموسيون مليون وفي لي كومنت كان يقول لهم خلصها ب 16 ب 15 ب 14. هذا خاوتي انسان متناقض. هذا الانسان كيفاش تحب تامنوا باللي الباسكت خاوتي ما دارها والو كيف هذا الانسان خاوتي مع روحه انسان متناقض يا خويا. الاولى هذه الحاجه راح نقاضيك عليها خويا. حاجه دوزيام خويا هضرت مسيت بال كما يقول لك بالشركه تاعي هذا جوزيان هذه الشركه هي راح تقاضيك عليها. سمى دوكا راح عندك زوج قضايا زوج قضايا هذوما فيهم الحبس وفيهم التعويض ثاني مسيت بيا بالمساس تاع اخينا. وحاجه دوزيام مسيت كما يقول لك بالشركه تاع اوريجين ماشي اخينا وحنا تسب اللي احنا عندنا ممثل قانوني ان شاء الله عبره ان شاء الله ليك انت والامثالك ان شاء الله. ونقول لك انا حاجه يا ان شاء الله العدل هو راح يفصل بيناتنا ان شاء الله وما عندنا شك في الدولة تاعنا وما عندنا شك خويا في المحكمة تاعنا ان شاء الله. وانا نقول لك حاجة بيناتنا المحكمة وليك تحكي بالدين وتقول اخي انا احكي بالدين انا متربي وانا ما نسيبش رجال في كومونتير وعندنا دي كابتور تاعك اللي سبيت الانسان سبيتهم بيماهم وطيحت لهم باش تعرف بلي عندنا كاع كلش ناس بعثتنا كلش عليك باللي يقول اخينا ويحكي باللغة العربية الفصحى بعدك معليش كان تعيبات. انا مو متربي ما نطيحش انا متربي ما نطيحش للرجال بيماهم. هذه الحاجه لازم تعرفها انا انسان متربي وانا انسان تربيت انا ما نقدرش نطيح للرجال بيماهم خويا. الحاجه باش تعرف حاجه واحده اخرى اللي عندنا لي كابتور ديكرون تاعك وهذه كابتور ديكرون ثاني راح يكونوا ثاني يعاونوا حافي يعاونونا بزاف ثاني ان شاء الله اللي طيحت الناس بيماهم والناس تعرف الحقيقه تاعك كامل. وهذاك مول باج قسما بالله خاوتي ادخل يكذب دخل شوفوها اللي تعرف ادخل شوفوها الفيديو سيبريما والبارح قال لي اخي اسمح لي والبارح تواصل معاه خوتي ومنالو الرقم تاعو باش يتواصل معاه خوتي وتواصل معاه وما حبش يرفد عليه وما حبش يقابلو خوتي. هذاك الانسان والله غير البارح قالنا اخينا اسمح لي اسمح لي اسمح لي قالنا اخينا رد معاكم قال والله ما بالي وجهتي اخينا. انا نقول لك خويا العزيز
حليت باب كبير على روحك. جريمة تشويه سمعة الشركة وعندك جريمة واحدة أخرى مساس كشخص عادي. خويا نحبكم كاع في الأخوتي، وجميع إنسان عنده حق يديه، وأنا والله ما راني سامح لك، وبالك 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 تجي تقولي أخي ما سمح لي. هذا واش نقول لك خويا؟ مادام لحقت اللحية ولا القميص والله نقدر نتجوز عليك، بصح اللباس لما زال نحك اللحية والقميص خاوتي والله غتخلص لك عليهم. تحت تكون عبرة ليك انت، وتكون عبرة جميع انسان يسي يشوه سمعة تاع انسان. نحبكم كاع في الله خاوتي، مرحبا بكم في شركة اوريجي شيخينا، ومادا بيا نسحق التعليقات تاع عبادة الرجال اللي جو عندنا من الشركة تاعنا من 2019 ارواح، تبانوا في الكومنتات وتمدونا شهادة الحق على اخينا وعلى سلعة تاعنا. نحبكم كاع في الله خاوتي، مرحبا بكم في شركة اوريجي شيخينا. رجالة، السلام عليكم.